مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر قنوات الجميع، قنوات ليبيا الرياضية، أحييكم تحية طيبة خاصة عطرة مني لكم أنا رفيق الزايدي هنا في ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء عروس الجبل الأخضر. تشكيلة فريق ساريا في هذا اللقاء بقيادة المدرب المغربي عبد الإله البغطي، سيكون في حرس المرمى هذه كرة المسط حتى فريق ساري تزيد من اللاعب أوسكار محمد لكعامي عبد المنعم شنيتي وأيمن بالقاسم في خط الوسط. هذه كرة المسط فريق ساري خاطئة من الحارس، توصل الكرة عند أوسكار، هدف أول، هدف أول لمصلحة الروسينيري، هدف أول لمصلحة أوسكار هذا المحترف بفريق ساريا، هداف البطولة الليبية. صحيح أن الفريق حديث التأسيس ولكن يقدم في كرة حديثة رائعة مميزة جدا الممتاز، وكأنه خطة موضوعة، وحان وقت الوصول يا إفواري. هدف أول لمصلحة ساريا، أسبقية أفضلية لمصلحة الأحمر والأسود فريق ساريا. تمشي طويلة الكرة عند أحمد الكعامي، وصل الكرة عند من؟ للجناح الأيمن لفريق المستقبل وساري. ماذا سنحكم اللقاء؟ خطأ كما يشير الحكم أحمد الشلماني وبطاقة صفراء. هل سيحقق لنا هدف جميل في هذا اللقاء؟ ربيع باليمينية، ربيع يسدد، ربيع كرة رائعة مثالية، لكن الكرة جاورت الحارس بأمتار قليلة. الله عليك يا ربيع، ارتماء من الحارس في تنفيذ الزمزم. الزمزم أرضية قصيرة من مروان المحروق، الزمزم عرضية في القائم الأول، الزمزم خطيرة، مرت الكرة خطيرة خطيرة خطيرة. بالقاسم أيمن في المساحة، أيمن، أيمن تقدم، أيمن يبحث عن عاطف حسين، عرضية في القائم الثاني، ربيع بوزيد لكن أوف سايد وتسلل. عبد الرزاق يرسل طويلة، البحث عن المهاجمين، شويقر خطيرة من شويقر، خطيرة خطيرة خطيرة. شوط أول لكلا المدربين تفوق فيه لحد الآن. عبد الإله بختي المدرب المروكي المدرب المغربي، هذه كرة مصلحة فريق أوسكار. ساريا في وسط الميدان تفتك عند وسيم الفزاني، حط عند مروان المحروق، يمشي وسيم، وسيم الفزاني بينية رائعة، دياب شويقر، ياب ياب انطلاق، ياب تسديد، ابعاد من الخط، ابعاد وانقاذ من الخط. الله على النابولي، الله على طارق، ابعد هدف محقق لفريق المستقبل. كرة دياب شويقر، تسديدة رائعة متميزة، بينية وسيم، هذه كرة مصلحة هشام الاخضر في دور هشام الاخضر، يوصل الكرة الى اللاعب سامر المجدي لكن خطأ كما يشير حكم اللقاء أحمد الشلماني. ورائع ربيع بوزيد، ربيع عرضية في القائم الثاني، أين الرأسية لكن طالت وبعيدة، يوصل الكرة عند ياسين، نقلات للمستقبل، محمد زمزم بالمهارة، محمد الله على المهارة، الله على الابتعاد، الله يا محمد. هشام الأخضر، هل تكتمل هل تكتمل هل تكتمل؟ لم تكتمل، تسديدة رائعة من هشام الأخضر لكن ابعاد متميز وبرد رائع 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 من محي الدين، ابعاد جيد وجميل من محي الدين، لكن النقلات ولكن الأبهر والأمتع والأمجز أكيد محمد الزمزام اللي قام بالمراوغات المثالية. بإدخال يسري في محاولة أكيد للعودة في اللقاء، وهذه كرة عاطف حسين، تصل الكرة على محمد ناصر، محمد راسية، أوسكار بالكرة الثانية، أوسكار إضاعة يا أوسكار، أوسكار أضاع هدف الفوز، هدف ضمان الثلاث نقاط، أي فرصة أضعتها يا أوسكار، الباب كان خاليا، أوسكار أضاع فرصة لا تضيع. وصل عند ياسين بن فرجاني، وصل عند وسيم، نقلات مثالية، نقلات رائعة، نتمنى أكيد أن نشاهد مثل هذه الكرات. عرضية في القائم الثاني، سامر المجد، تسديدة، كرة ثانية للمستقبل، لكن الكرة ضاعت 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 ضاعت. أي كرة يقدمها المستقبل، أي متعة، أي إثارة، تسديدة رائعة من سامر، لكن محي الدين أي براد أي تصدي، رائعة الكرة الماضية، رائعة رائعة رائعة. هل يضمن النتيجة بتحقيق ثلاث نقاط ثمينة؟ عرضية في القائمة الثانية، خطيرة الكورة، كوليبالي ثانية، كوليبالي مرت 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 مرت، لكن الحارس أي براد أي تصدي، محسن قويدر، كوليبالي راسية أولى، راسية أوسكار، استلام أوسكار، تسديدة أوسكار قوية لكن مرت. وثلاث نقاط لفريق ساريا، كرة طويلة لمصلحة المستقبل، كرة خطيرة 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 لك محي الدين، تجلب التعادل، جور جور، تسديدة من جور، محي الدين ابعاد ثاني، ومحي الدين اي تصديات، اي برادات، اي كرات تصدى لها هذا الحارس المتميز محي الدين. محمد التايب
رمي التماس بهذا مشاهدينا متابعينا الكرام. اعلن حكم اللقاء احمد الشلماني بفوز فريق ساريا بهدف مقابل لا شيء على فريق المستقبل. الف مبروك للروسينيري.